داعيه في مسجد المغربي. حضرتك واخده ترخيص من الاوقاف؟ ايوه، وبدي دروس دينيه من 2001. اهم الموضوعات الشخصيه او موضوعات العبادات، وفي ان هي مثلا ازاي ان انا مثلا اتقرب لرب العالمين، ازاي الصلاه، الزكاه، الموضوعات العلاقات الشخصيه، بس تكون قلبها رقيق جدا وبيبقى عندها وازع ديني اكتر وعايزه تتاكد من الحلال والحرام. في بعض الحاجات ممكن ما تقدرش تسالها للراجل، لكن ممكن تتكلم معايا بحريه، بحيث انها ممكن تسالني في اي حاجه، الحاجه اللي انا اعرفها كداعيه ممكن اقول لها، ما اعرفهاش يبقى انا بسال واحد من دار الافتاء وابتدي ارد عليها. هي الدعوه بالنسبه للسيدات، يعني للسيدات بتبقى يعني كويسه، لان بتساعد السيدات على يعني ان نقعد مع بعضينا ونوصل معلومات، اوصلهم المعلومات اللي هو ممكن يستحيوا ان هم يقولوها لبعض المشايخ. في اسئله بتيجي من السيدات، الست تقول لا تستطيع انها تقولها للشيخ، فبتكون يعني لقيتها يعني مصدرها كويس خالص، والسيدات كثير يعني انبهروا وانبسطوا والحمد لله. بنحاول ندور في المكتبات، يعني هنا المكتبات الموجودة في محافظة قلا في مكتبات يعني لا بأس بها، فيها بعض المراجع، فاحنا بنفرج عليها وبنشوف الحاجات المهمة الجديدة وإيه اللي ينفع يدخل في الدعوة بتاعتنا. إزاي أوصل لربنا؟ إزاي أوصل لربنا؟ وإن الدين ده مش فرض، الدين ده ربنا سبحانه عمله لك علشان بيحبك. يعني لما بقولها للشباب بيستغربوا، تقول لهم أيوه، عمل لك الصلاة عشان بيحبك، عمل لك الصيام عشان بيحبك، لأنك أنت في الصلاة قريب منه. علمونا كتير القرآن، وعلمونا الفقه، وعلمونا الحديث، وكيف نقرأ القرآن بالتجويد وبالإدغام وبالغنة. بحس أن أنا واخدة حريتي أكتر مع السيدة أكتر من الرجل، يعني الواحد بياخد حريته في السؤال وبياخد حريته في الإجابة وبيقدر يستفسر أكتر وأكتر. هو دلوقتي بيجي حضرتك المجال مفتوح، حضرتك يعني في التعليم، حضرتك بالنسبة للمكتبات الإسلامية، وبالنسبة برضه للأوقاف إن هي بتجيب نصوص حضرتك وبتعطيها للداعيات، فهما مجتهدات يعني في هذا الموضوع، فالموضوع ده يعني ناجح جدا يعني، والحمد لله يعني كثير يعني من الداعيات بسم الله ما شاء الله مجتهدة جدا في هذا الموضوع.